السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل على كل مشاهدينا الكرام ومشاهدي قناة النهار في كل مكان. حلقة جديدة وبرنامجكم مطبخ عظيمة. النهاردة حلقة مميزة لكل أصدقائنا الحلوين اللي عايزين ياكلوا أكلات، وهندي بدائل سواء بقى الأطفال الصغيرين، الكبار، الشباب، كبار السن، كل الناس اللي حابة تتعامل مع الأكل الصحي شوية. النهاردة هنعمل الكشري، بس أنا النهاردة يعني هعمله مع حضراتكم بطريقة صحية شوية علشان نحاول نتلاشى كل الامور اللي ممكن تعرضنا لان احنا بناكله فيه تكون سعرات حراريه عاليه كتيره جدا. النهارده انا هستخدم في الكشري بتاعنا هستخدم طبعا العدس بجبه، وهو من الحاجات الاساسيه في الكشري. هنعمل المكرونه، عندي مكرونه بني. المكرونه البني دي في منها انواع دلوقتي، كانت الاول بتبقى اسعارها عاليه قوي، دلوقتي ما بقتش اسعارها كده لان اصبح في شركات كتير بتقدمها بشكل كويس. عندي كمان رز بسمتي ذهبي. خلوا بالكم المكرونه اللي مستخدماها النهارده مكرونه اللي فيها نسبه عاليه من الالياف والبروتين، لان هي مصنوعه من دقيق كامل الحبه والنخاله، فلا تقارن بالمكرونه البيضه خالص. طيب ده بالنسبه لنا بيدي احساس بالشبع ومفيده لينا، فيها نسبه فيتامينز هنتكلم عنها دلوقتي زي فيتامين دي، وده مهم جدا اكيد، فيتامين بي، وكمان النحاس والمغنيسيوم. المكرونه البني دي بتحتاج وقت اطول في السوى، ولما بنيجي نندغها ما بتبقاش زي البيضه، تمام؟ مناسبه جدا لمرضى السكر لان هي ما بترفعش مستوى السكر في الدم، بيبقى الدنيا جميله ولطيفه. طيب عندي بقى الكمون والكزبره والمرق والثوم والبصل المفروم، انا هركبها كده بطريقه سهله. وخلينا نعمل الصلصه مش مسبكه، انا هحطها نايف نايف وصرت تسبك على النار، نار هاديه. طيب نتكلم عن الدقه. الدقه هنعملها نايف نايف زي ما احنا عايزين، اللي هي فيها 3 معالق كبار من الثوم المهروس، على معلقتين كبار من الكزبره الجافه، معلقتين كبار من الكمون، شويه ملح، عصير ليمون، نص كوبايه خل، وهصب الباقي ميه وتترج كويس وتتخف وتتساب في جنب. ادي الدقه. الشطه هنعمل الشطه، ممكن نستغنى عن الشطه وتبقى شطه خفيفه خالص بس بالميه من غير ما نحمر في زيوت ولا اي حاجه، عادي جدا. بس يعني انا بقول لحضراتكم انه دي اختيارين، في ان احنا ممكن نعملها كده على البارد وشكرا، ده عشان يبقى الاكله كلها متكامله. طيب عندي بقى للبصل المقرمش. البصل انا مش هقليه، انا هبدا اعمل البصل. احنا بنيجي نعمل توم باودر وبصل باودر بنعمل فيه ايه؟ بنقطع شرايح البصل ونحطها على صاج في ورق زبده وندخله الفرن علشان ياخد الايه؟ التحميصه الحلوه، عشان نبدا ينشف ويجف وبعدين نبدا نطحنه ونحصل عليه. هو نفس الفكره بالنسبه للبصل اللي هنعمله في الكشري النهارده، بس انا هضيف اضافه واحده، انا هديله رشه ملح عشان اديله تيست وطعم. وبعدين هبدا احط فيه معلقه واحده بس صغيره، معلقه شاي من النشا اذا حابين، مش عايزين ما تحطوهاش خالص زي ما احنا عملنا بالظبط. فده يرجع لحضراتكم، يعني احنا بنحاول نقنن القصه بشكل كبير. الطبق ده سعراته هتبقى اقل بكتير من الطبق الطبيعي اللي احنا بيبقى فيه نسبه قلي كتير. الحمص بس اللي هنحاول نتجنبه، مش هنحط منه كتير لانه سعراته بتبقى عاليه شويه، لكن الحمص ده غني بالبروتين جدا وبيقلل من الامساك، الناس الممسكه، وغني جدا بفيتامين الف وفيتامين 6، وفي حمض الفوليك اسيد اللي كلنا بنبقى محتاجينه بينقص على مدار وقت طويل. طيب مهم جدا لمستوى الكوليسترول، بيخفض مستوى الكوليسترول في الدم، وغني جدا بالالياف، فده برضو بيدي احساس بالشبع. طيب انا هاخد شويه زيت، وانا مش عايزه في الوصفه دي زيت كتير، بصوا كده حبة كده صغيرين، وهبدأ أسخن. وهنا هعمل كالآتي في الصلصة. الصلصة بتاعتي هحط كله ني في ني، ما تستغربوش يعني كله فوق بعضه. هنا بس أشوف هنا النار هنا شغالة أهي. هاخد كالآتي معلقتين كده من الثوم. هنا أنا حاطة في الثوم ده معلقة زيت، بصوا خلوا بالكم أنا ما حطيتش مادة دهنية هنا خلاص. وهحط معاهم صلصة الطماطم. احنا بنتكلم دايما انه الاكل مكونات وطريقه طهي. انا ممكن يبقى عندي مكونات رائعه، طريقه الطهي بتاعتي عاملها غلط، يبقى انا بوظت كل حاجه وما وصلتش للنتيجه اللي انا عاوزاها. طيب عندي هنا الصلصه، شوفوا انا حطيت كله فوق بعضه، كل ده هياخد غلوه مع بعض على النار وهيوصل اللي انتوا الدرجه اللي انتوا شايفينها بدون ماده دهنيه. هاخد رشه الملح والفلفل والكمون، طبعا رشه كمون، رشة كزبرة بحبها على وطبعا مش هننسى معلقة السكر اللي اتفقنا عليها عشان الحموضة، حاجة صغيرة لا تذكر. المناديل فين يا شباب؟ هاتولي مناديل يا محمد.
هنقلب كده تقليبه حلوه. ناخد بقى ايه رشه الملح، بسم الله، ورشه فلفل صغيره، وهنقلب كده تقليبه حلوه، وهغطيها وهسيبها تاخد وتدي مع بعض، وهوريكم لونها بعد ما تاخد وتدي مع بعض هتبقى شكلها عامل ازاي. احنا النهارده عايزين نعمله صحي، مش عايزين نعمله تقيل يعني ايه ومتعب. عايزه بس اتاكد ان دي تمام. هنا معانا مدام منال. ناخد مدام منال. صباح الفل يا مدام منال. يا صباح العسل والجمال. حبيبتي صباح الفل على عيونك يا روح قلبي. بصي انا بستنى كل يوم الجديد بتاع الشيف عظيمه. يا حبيبه قلبي ربنا يخليكي. والله العظيم يعني حلوه قوي ان انت الموضوع الكشري دوت، انا عايزه اشوف ايه بقى. حبيبتي تسلمي لي يا رب، والله يطلع طعمه تحفه ان شاء الله. هيبقى كويس يعني، هو كده هيبقى روعه. دايت شويه ولا الامر ده؟ طب بس دوقي طعمه الاول وجربيه وقولي لي انت اللي هتحكمي بقى. هتحكمي انت عليه يا مدام منال، وهتقولي لي انت طلع طعم عامل ازاي. انا بقول لك احنا بنستنى الجديد دايما يا حبيبه قلبي، اللي بتسهل لنا كل الحاجات الصعبه. تسلمي لي يا روح قلبي، والله ده شرف ليا يا مدام منال. لا بجد والله هي شهاده يا شيف عظيمه ليكي حبيبتي. بجد يعني تسلمي لي والله، كلك ذوق والله على راسي من فوق على راسي. انا اهو بتفرج اهو، ان شاء الله اجربه واقول لك طبعا. خلاص تعرفيني بقى وتكلمينا تقولي لنا اخباره ايه. حبيبتي يا مدام منال تسلمي لي، كلك ذوق. بصوا بقى، رشه الملح مع البصله، رشه فلفل. طيب بصوا بقى، خليني بس ايه اشيل دول عشان حضراتكم تبقوا شايفيني كويس كده بشكل لطيف. ممكن نحطهم هنا ولا معوز حاجه انا اخدها. بصوا بقى حبايبي، دول خليهم هنا جنبي كده. انا هنا حطيت ايه؟ حطيت شويه من الكزبره الجافه، حمصتها مع البصل، شويه كمون في الاول. هقلب كده البصلايه الحلوه دي، بصلايه صغيره تدي طعم. ان انا همكس او هحط اتنين مع بعض، اللي هو العدس بعد ما نقعته بشكل كويس مع الرز، والرز هستخدم الرز البني او الرز البسمتي الذهبي. كل ما قشره الرز تميل قشره القمح وتطلع للون بتاعها، كل ما تبقى افيد ومليئه بالالياف، كل ما تبيض الرزايه، كل ما نبدا نخرج من النطاق بتاعنا وما تبقاش صحيه. خلاص هنا الصلصه لسه، انا بس عايزه ايه ازود ده. الرز البني ده بينظم مستويات ضغط الدم بشكل كويس جدا، وبيمنع تكاثر الخلايا السرطانيه. كمان هو علاج مفيد جدا وفعال للناس الممسكه اللي عندهم مشاكل في الامساك، سواء مع الدايت او عموما في حياتهم، لانه فيه الياف موجوده فيه طبعا بنسبه كويسه جدا. تشوح كده، وبيدي طبعا احساس بالشبع، غني جدا بالعناصر طبعا الغذائيه المهمه. ممكن انقل دي هنا. على فكره الـ الـ الرز ده دايما الدكاتره بتوع التغذيه هتلاحظوا كده الاطفال في مرحله المراهقه يرشحوه للاطفال جدا، لان هو بيساهم في انه بينمو سريعا وبيديهم احساس بالشبع، صحي ليهم، حلو لنموهم، فدي مهمه. كمان مهم الاسهال للرضع، البيبيهات الصغيرين بيبقى عندهم مشاكل فيه بيعملوا له الرز ده وبيخليه يساعدهم على امتصاص الغذاء بتاعهم بشكل كويس. بصوا كده، شوحت ده وشوحت الحاجات الحلوه اللي ليها ريحه حلوه مع الثوم مع شويه بصل مع كمون مع الكزبره، وقلبتهم كده مع بعض. وهبدا هنا احط كده معاهم شويه الرز الذهبي دول، هنقلبهم كده كاني بعمل رز عادي خالص. وممكن تعملوها بثوم بس انا بقول لكم انه هيدي ريحه حلوه. نقلب كده ونشوح بشكل جميل. عندي المرق، ممكن اسقي بالمرق عادي جدا. المرق ده ممكن يبقى مرق خضار او ميه سخنه زي ما انتوا عايزين. هسخن الكاتل برضو عشان تبقى الميه سخنه مستعده. طيب بقلب كده تقليبه حلوه كده. معلش انا ايه طبعا عشان الحرارة بس تبقى عندي كويسة. تمام شغالة زي الفل. هعمل ايه بقى؟ خلوا المكرونة دي هنا. هاخد كده من العدس بقى كمية حلوة. خليني هنا ايه، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى، العدس ده كمية الياف عنده، في الياف قابلة للذوبان والياف كمان غير قابلة للذوبان، وده يعطي احساس بالفشل بالاسفل بالشبع لمده طويله جدا. ليه بقى؟ العدس ده رائع يا جماعه، تاكلوه سلطه. يعني العدس ده لو اتسلق بس في ميه وكمون، رشه كمون وشريحه ليمون،
واخدتوه كده صفيتوه وحطيتوه وهو يعني لسه ايه ما هوش مهري، وعملته عليه شويه طماطم وخيار وخس ودريسنج بسيط بفص ثوم وعصير ليمون وملح وفلفل وكمون، هتاكلوا احلى سلطه مع في شويه فلفل الوان. البقوليات دي مهمه جدا في حياتنا، ودي من افضل الاغذيه حقيقي حقيقي المغذيه ومفيده لصحه القلب، خصوصا العدس ده. وتلاحظوا كده ايه، في ناس كتير قوي بتتعامل بيه زي الهند، في دول معينه العدس ده بالنسبه لهم حياتهم. بصوا انا حطيت هنا نسبه العدس اكبر، اولا طبعا بيساعد كمان في صحه الجهاز الهضمي جدا، والناس بقى اللي عندها مشاكل في القولون بيبدا يحسن من انه نتخلص من الفضلات اللي موجوده في القولون ده، وبيحسن المناعة. يعني البقوليات مهمة. طيب بصوا كده كمان، هو بقى فيه أعلى نسبة في المغنيسيوم، مهم المغنيسيوم ده يا جماعة. الناس اللي بتجيلها كرامبات في رجليها اعرفوا ان عندكم نقص في المغنيسيوم. بصوا بانه ده معدن مهم جدا جدا، علشان ده كمان الناس اللي بيبقى عندها مشاكل في النوم والارق لما بيحصل كده لازم تدوروا على السبب. في ناس بيجي لها ارهاق عام مفاجئ ما بيبقاش عارفين ايه السبب، لازم ندور على السبب، اكيد في نقص فيتامين. هحط بقى رشه كده من الكمون ورشه من الكزبره، وهحط رشه الملح، بسم الله، ومش هكتر لان انا هسقي بمرق خضار فانا مش عايزه اكتر الملح، رشه فلفل، وهنقلب. وخلينا نبص بصه هنا وهسيب الخليط الحلو ده، بسم الله. بصوا خليط الصلصه هيبدا يغلي مع نفسه، هيوصل هتلاقوه مصلصل كأننا شوحناها وادينا كل حاجه وقتها، بس هي دي الصح، هي دي الصح، ومن غير ولا ماده دهنيه ولا حاجه. انا اكتفيت بالماده الدهنيه في مكون واحد بس، كفايه جدا مش عايزه اكتر من كده. خلاص هناخد بقى المرق بتاعنا ده اللي هو مرق الخضار اللي موجود عندي، او ميه سخنه زي ما تحبوا، بسم الله. خلوا بالكم انا هنا نسبه الرز قليله ما هياش كتيره، فانا هتعامل اني بعمل رز عادي، يعني انا مش هتخدع عشان عندي شويه عدس كتير، لا انا برضو كاني بسوي رز، بس انا الرز البسمتي، الكوبايه الرز البسمتي الجافه اللي من غير ما انا نقعاه ولا بلاه ولا اي حاجه بتاخد كوبايه ونص ميه مغليه، مغليه او شوربه على حسب طبعا نوع الرز بتاعنا. طيب ومعانا ام اسلام، اهلا. ألو. اهلا حبيبه قلبي ام اسلام. حبيبتي صباح الهنا يا روح قلبي، عامله ايه؟ بشكرك قوي على الحلقه دي يا حياتي، دي والله خصيصا على شرفك، ربنا يبارك لك يا حبيبتي والله ويخليكي والله. يعني على انا شرفك. مش عارفه اقول لك ايه بصراحه، يعني لا انا عارفه انك بتحبي الكشري والله. وعارفه ان انت ممنوعه من الحاجات البيضه. أيوة. وربنا يسلمك يا رب ويسلم كل مشاهدينا الكرام من كل شر، وعايزاكي تتعاملي مع المكرونه البني، انا عاملاها خصيصا عشان تشوفيها. بصي بقى احنا في منها اهو، ومخرجتنا الجميله هتعرض لنا حالا شكلها، بتتباع في السوبر ماركت. في منها بصي دي ما بترفعش مستوى السكر في الدم، ادي الاسباجيتي وادي الصوصات، في منها اشكال كتير، في منها الصغنونه اللي انتوا بتحبوها. ان شاء الله ان شاء الله تاكلي وجبه حلوه تبسطك ومش هتبقي محرومه من حاجه ربنا ابدا. ربنا يبارك لك، ربنا يخليك لحد ما يعني توصلي للوزن المثالي اللي انت عاوزاه وتبقي بصحه وسلامه، وتاكدي مش هتاخدي دواء السكر تاني. ربنا يخليكي حبيبه قلبي، حبيبتي. ما نحرمش منك ابدا حبيبتي، ولا منك يا ام اسلام ما تحرمش حبيبتي، تسلمي لي كلك ذوق. ربنا يخليكي لينا دايما كده يا روحي، تسلمي لي والف مليون سلامه عليك يا حبيبه قلبي. الله يسلمك يا حبيبتي، مليون سلامه عليك يا رب. حبيبتي يا حبيبتي تسلمي لي، شكرا ليكي يا روح قلبي. انا طبعا سايباه هنا، بص اول ما يبدا يغلي هروح ايه مهديه النار، وهنا الصلصه بصوا بدات ايه، سايباها زي ما هي، بس انا مش عارفه لك. عايزه بس اشغل كام واحده كده هنا، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم عشان تبقى الدنيا جميله. ايوه اوكي، وناخد دي كمان. انا ممكن انقل دي هنا الناحيه التانيه بعد اذنكم مخرجتنا الجميله، ها هنقل الحله دي ناحيتي، تسلمي يا روح قلبي. حطها هنا نبقى اعلى شويه ونغطي بقى الحاجات. بصوا بدات تغلي كده، اما انا خلاص هو تمام، اقلعه مفيش مشكله. بصوا كده حبايبي، بصوا بدا ايه اول ما يبدا يغلي. الناس بقى اللي تسالني الرز ساعات بيتشرب منها زياده او بيعجن، احنا عندنا شويه ثوم كمان يا محمد، بقى هات لي شويه. هعمل هنا الدقه، الدقه بصراحه بتبقى لازم شويه ثوم حلوين كده، يعني ايه معلقه كبيره او معلقتين ثوم كده يملوا العين. هاخد معاهم عندي هنا عصير ليمون، بسم الله الرحمن الرحيم، وعندي معاهم كمان شويه خل، بسم الله الرحمن الرحيم، وهزود بس شويه الثوم الحلوين دول، وهنحط بصوا معلقه كده حلوه، شايفين ازاي،
ومعانا ام مروان، يا اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الفل على عيونك يا فندم، اهلا بيكي. حلوه قوي المكرونه الغامقه دي يا حبيبتي، الله يسعدك. اجيبها من السوبر ماركت من ولا السوبر ايه؟ ماركت فيها انواع حلوه، ما تجيبيش المستورد، في شركات مصريه محترمه. يعني دي كده مصريه، مصريه شويه، مصريه واسعارها مناسبه للجميع. انا بتكلم عشان الاسعار، يعني الاسعار مناسبه صدقيني. انا مش هجيب لكم حاجه غاليه، انا الاول لما كنت بعمله كانت غاليه، لان كانت الشركات محدوده قوي اللي بتعملها وكانت حلو. مستورده. دلوقتي بسم الله ما شاء الله انواع من شركات، بناخد منها الدقيق وبناخد منها السكر وبناخد منها كل حاجه. والله بقى لي فتره نفسي اكل الكشري بس يا انا قلب. ممنوعه منه. بعد الشر عنك، هتاكليه وهتتبسطي بيه ان شاء الله. طب هنعمل جنبي حاجه حلوه؟ اعملي. انا النهارده عملت مهلبيه بس عشان الوقت، بس طبعا يعني الحاجه الحلوه بقى اعملي حاجه مرطبه، او عايزه تعمليها اعمليها بحليب جوز الهند. برضه عشان السكر، عايزين حاجه للسكر كده. اعمل لك حاجه للسكر من عيني، بس كده نخصص حلقه للسكر والمرضى السكر، تكون حلويات خفيفه ومناسبه ليكم من عندي ولعندي. ألف ألف شكر. العفو يا أم مروان، نورتينا وشرفتينا يا حبيبة قلبي. بصوا بقى ني في ني، الفكرة بقى في إيه؟ إحنا ممكن نعمل طريقتين الدقة. أنا بسخن كده بان أو طاسة، والطاسة دي لما بسخنها بعمل فيها إيه؟ بخليها تسخن وأروح حاطة فيها الأول الثوم، فالثوم ياخد يسخن، أول ما يسخن أروح حاطة عليه الخليط ده، بس أنا النهاردة عايزة أعملها صحية، فأنا بصوا عملت إيه؟ حطيت الملح، حطيت الكمون، حطيت الخل، حطيت عصير الليمون، وحطيت معاهم كزبرة جافة، وهبدأ أزود كده مية سخنة. هستعيد عن إن أنا أسخن البان بقى بإن أنا أضيف مية سخنة، فأخلي التوم يطلع الإيه اللي جواه، الريحة بقى الحلوة. بصوا كده ما شاء الله، وهندوق طبعا. وعصير الليمون ده مهم يا جماعة جدا، جربوه بس كده وهتلاقوه مختلف مع الدقة بتاعت الكشري خالص، مهم قوي ولازم يتضاف. بصوا الجمال، ادي الدقة. طيب احنا كده تمام. سلقت فين انا وعملت ايه في الحمص الشام؟ جبت مية بعد ما نقعت حمص الشام، لازم يتنقع يا جماعة، اي نوع حمص لو شفتيه صغنن قد كده، لان هو طبعا درجات واحجام ومقاسات. فاحنا هنعمل ايه؟ هناخد الحمص هنغسله كويس قوي، لو في اي حاجة مش مظبوطة هننقيه، اذا احنا جايبينه سايب من العطار او لو جايبينه اكياس. بعد ما بيتشطف ويتغسل هنحط بولة كبيرة، هنغمر بمية دبل المعيار بتاعه، يعني 2 لتر مية مثلا على كوبايتين حمص، يعملوا لكم بولة حلوة كبيرة كده جميلة. هتسيبوه، هنغير الميه مره واحده، ولو عايزينه بقى للناس اللي عندها مشاكل، نص معلقه صغيره من بيكربونات الصودا هنحطها مع الميه في الاول، ينفش وتساعده في التسويه، تساعده في التسويه. خلاص، هو انا يعني طالما حاجه خارجيه ما هياش هتاثر عليه تمام، لان في بعض المطاعم بتستخدم البيكنج صودا في تسويه اللحمه، وانا مش مع ده، ان انا احط ده جوه الاكل مثلا بنسبه كبيره، لا عشان اللحمه تطلع دايبه. فلا، احنا هنعمل ايه؟ احنا هناخد ده بعد ما بننقعه ونغير الميه مره، هناخده ونحطه في حله على النار زي ما بنعمل حمص الشام، بس شريحتين ليمون، فصين ثوم مشقوقين نصين، معاهم رشه من الكمون الحب عشان ما يمررش لو حطيت اللي هو الناعم، ورشه بسيطه من الكزبره، واسيبهم بقى كده يغلوا على النار لحد ما ياخد الطعم. تعالوا بقى كده اوريكم البصل سريعا انا عملته ازاي. بصوا بقى عشان البصل ده مهم برده. بصوا احنا مش هنقلي البصل، احنا هنعمله في الفرن، الفرن سخن على حراره 200. خلاص، هنشيل بقى كل ده كده، وهاخد ورقه زبده كده هوري حضراتكم هنا. بصوا بقى بدا خلاص يتشرب ازاي على نار هاديه. كل ما تسيبوه وتهدوا عليه، اول ما يغلي الميه تغلي على اي نوع رز بنعمله وتروحوا مهدين النار عليه من الاول، هيتشرب وهياخد نسبه الميه، مش هتحتاجوا تزودوا له ميه، مش هيخدعنا يعني. خلاص، هنقفل بقى كده ونبص بصه برضو على الصلصه. انا ممكن انقلها هنا اهي، وهنشوف دلوقتي هتبدأ تاخد وتدي معانا كمان الصلصة. بسم الله، بصوا، وهتدينا بقى الدرجة اللي احنا عايزينها كلها، وهتتكاثف وهتتقل وكل حاجة هتبقى جميلة. طيب لما اجي اعمل الشطة هعملها على البارد بمية، ده لمحبي الشطة، يعني لمحبي. تعالوا بقى نشوف البصل. البصل ده كالآتي، هاخد كده البصل اقطعه جوانح رفيعة زي ما حضراتكم شايفين عشان ما يقعدش وقت طويل، وخلوا بالكم يبقى مقاس واحد عشان برضو ما يبقاش فيه سوائل. اول حاجه بعملها في البصل ده، وده مهم بيديله تيست وطعم حلو قوي، ان انا اخد رشه الملح. حاضر يا حياتي، اشوف بس الملح انا حطيته اهو. بعمل كده رشه ملح على
البصل اللي متقطع وافرفطه كده بعيدا عن بعضه، خلاص ممكن ينزل منه شويه ميه، شويه الميه دول بيسهلوا عليا انه يتحمص سريعا. همسكه اروح عصره بايدي كده، انزل اي ميه باقيه فيه. قدامي حل من الاثنين، يا احطه زي ما هو ده مش هيجرى حاجه، يا اما هاخد كده معلقه صغيره اما من النشا او طرف المعلقه. بصوا قد ايه حاجه لا تذكر كده، او نبدره بس كده ونفرفطه من خلال مصفى. خلاص وهعمل كده حاجه بسيطه خالص، تديله بس فريم كده تحميه في الفرن، وهعمل كده. ده هيطلع كاني بالظبط هعمل بصل باودر، يعني انا لو طحنته هيديني نفس طعم البصل الباودر اللي احنا بنشتريه من عند العطار، ونفس الفكره في التوم برضو. خلاص كده اهو، لا من غير زيوت، من غير زيوت خالص، مش عايزين زيت، احنا عايزينه يطلع زي كاننا محمصينه هنعمله بصل بودر بس كده. هو ده الفكره، ان انا مش عايزه زيوت خالص، عايزه ابعد عن الزيوت خالص ليهم. تمام كده، ادي طريقه البصل ابسط ما يكون. طيب المكرونه بتتسلق عاديه جدا في ميه وملح بس، ما بحطش زيت، مش محتاجه، هي اصلا انواع المكرونه دي مش هتلاقوها وحشه، هتلاقوها من انواع الكويسه جدا جدا. نيجي بقى للشطه، اخر حاجه في الشطه، بصوا كده ادي الشطه، بسم الله الرحمن الرحيم. الشطه لازم احط عليها ميه سخنه، بسم الله. وهاخد ايه بقى من الشطه، تحال عليها كمان طعم حلو هوريكم دلوقتي، ما انا خايفه اعطس. شفتوا الشطه، هعمل كالاتي، معلقه صغيره بس بعد ما الصلصه دي تتصلصل وتبقى كده تقيله وحلوه، معلقه واحده بس كده احطها على هنا اهي، بسم الله اهي اهي، وهحط معلقتين من الدقه وكده انا بسم الله ما شاء الله شويه طعم، انا عززت الطعم. وخصوصا الصلصه المعجون عايزين تحطوا منها حطوا، مش عايزين ما تحطوش عشان لو فيها مواد حافظه، انا بحاول ان انا اعمله لحضراتكم باقل حاجه يعني تبقى ايه صحيه 100%. بصوا كده معلقه كده من الدقه، هنقلب بقى، الميه السخنه دي هي البديل، هي البديل للنار وهي البديل للشطه ومو زيت. خلاص كده تمام، ادي ادي الشطه، ادي الدقه بطريقه صحيه، ادي الصلصه اللي عملناها مع بعض ما فين غير ماده دهنيه، وادي بصوا كده ادي الرز بالعدس، هيبدا بس يتشرب وحلو، هياخد التسويه بتاعته الرائعه، وهنعمله ونحط عليه طبعا المكرونه بتاعتنا البني الرائعه اللي احنا سلقينها، وهنركب الطبق بتاعنا بشكل لطيف. وطبعا اللي عايز بقى العيش ده احنا عاملينه للتقديم فقط، علشان هو في محلات الكشري بيتقدم العيش المحمص بيتحط عليه توابل حلوه قوي بتاعه البطاطس المحمره، توابل البطاطس المحمره، فليه محبي الكشري بقى على اصوله. بس عايزه حضراتكم تجربوا الكشري بالطريقه الصحيه دي، هتفرق جدا جدا مع مرضى السكر حبايبي، بيبقوا محتاجين حاجات مهمه. اتمنى يا رب ان الوصفه يعني تكون خفيفه وتكون صحيه، ويعني تناسب حضراتكم، الطعم كمان يعجبكم، تقولوا لي راي حضراتكم في الموضوع. انا بس عايزه اخد كده وانا معاكم كده بس ايه ناحيه الحبه الحلوين دول كده، الصلصه هتبقى جميله وهتتقل عن كده وهتبقى رائعه، وهتذوقوا الطعم وتقولوا لي اخباره ايه. ما تنسوش نص معلقه السكر عشان الحموضه، وطبعا الطماطم متصفيه من كل القشور. اسمحوا لنا بقى دلوقتي احنا هنستعد لبريك مع حضراتكم، وهنستقبل الفقره الطبيه مع كورس مميز جدا، ننتظر كل اصحابنا اللي تنتظر الكورسات الاقتصاديه اللي تكفي مع حضراتكم فتره كويسه جدا، سواء شهرين او ثلاثه. احنا الحقيقه الفتره دي بندعم حضراتكم جدا جدا نظرا للحاله الاقتصاديه، اتمنى يا رب ان احنا نكون سبب خير لحضراتكم بالكورسات الصحيه الامنه المرخصه اللي فيها فرصه جميله. يمكن الوقت ما بيبقاش طويل على مدار اليوم، لكن تقدروا تنتهزوا الفرصه اكتر استفاده ممكنه. اشكر حضراتكم، مستنياكم بعد البريك، في انتظاركم. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة. طبعا
في كتير من الناس فاكرين ان تظبيط شكل الجسم بيكون مرتبط بوظيفة او مناسبة معينة، وكمان في كتير كمان بعد الزواج بيقولوا خلاص بقى احنا اتجوزنا وخلاص يعني وصلنا للمراد هنخس ليه. انما الاهتمام بالجسم مش بيبقى علشان الشكل الخارجي بس، على قد ما هو اهتمام بالصحة الجسدية والصحة العامة والصحة النفسية، لان طبعا السمنة والزيادة في الوزن بتبقى سبب في امراض كتير جدا زي الضغط زي السكر، بتبقى بتعب المفاصل الام في الظهر ويليها امراض كتير احنا في غنى عنها طبعا. وعلشان نتغلب على اي سمنة ان احنا نحمي نفسنا من اي امراض او عمليات جراحية، النهاردة هيبقى معايا ضيفي اللي مشرفني ومنورني في الاستوديو الدكتور الصيدلي عبد الله الهادي، اللي هيقول لنا عن ازاي نقدر نعمل نظام غذائي صحي وننزل بشكل صحي وامن من غير حرمان ومن غير اي مشاكل صحية. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا فندم. عامل ايه دكتور؟ صباح الخير. دايما متألقة كالعادة. الله يخليك يا دكتور. صباح الروائح الجميلة والاكلات الشعبية اللي احنا مش قادرين نتنفس من الريحة الجميلة دي. الله يخليك يا دكتور. صباح الخير يا فندم. صباح الفل عليك. طبعا يا دكتور احنا بنخاطب الناس، او انا يعني حسيت ان دي رساله بالنسبه لي مهمه قوي، ان احنا بنقول لكل الناس اللي بتشوفنا سواء بنات صغيرين او شابات كبار او اعمار كبيره امهاتنا او ابهاتنا او ناس كبيره في السن او حتى على كل المراحل، يا جماعة ما تستسهلوش، مش معنى ان وصلنا زيادة في الوزن 40 50 55 كيلو ان انتوا هتضطروا تلجأوا لعمليات جراحية او تكميم معدة، مش محتاجينها ان شاء الله. جربوا واعرفوا، احنا الشركة معانا الدكتور النهاردة هيعرفنا على الكورسات اللي ممكن تحقق لنا النزول في الوزن بشكل امن، ولو حسبتوها هتلاقوا ان النزول نزول طبيعي على مدار اسبوع 2 3 شهر 2 3 هتلاقوا نفسكم. جربوا الاول ولما تستوفوا التجربة وتلاقوها ما بقتش يعني فعالة اعملوا اللي انتوا عايزينه. فاسمح لنا بقى يا دكتور نسأل بقى يعني السؤال الشائع، ليه الناس بتربط الخسسان بوصيفة أو مناسبة؟ يقولك أنا عندي شهر وعايز أخس، أنا عندي ليه إحنا ما وصلناش للثقافة دي إن إحنا نقول إن دي صحتنا وإن أنا ممكن لو أنا عديت المناسبة أعاني بعدين بعد شهر ولا اتنين ولا سنة من مشاكل تانية أنا مش واخد بالي منها. تمام. مبدئيا عشان نبقى متفقين، اللي حضرتك قلتيه في الاول خالص، الحاله النفسيه والحاله الصحيه طبعا، يمكن الدعم النفسي من اهم حاجه بالنسبه لمريض السمنه. واسمحي لي اقول كلمه مريض، لان باعتبار ان في حاجات كتير جدا هتتراكم قدام وهيترتب عليها امراض كتيره جدا احنا في غنى عنها. ايوه. يمكن الدعم النفسي حتى لو بكلمه يا شيف. أيوة لو صح. بكلمه، يمكن في كلمه جميله قوي يتمنى اي حد يسمعها، ايه ده انت خسيت، ايه ده انت خسيتي. يمكن من منطلق الكلمه دي وما ترتبطش بمناسبه زي ما حضرتك قلتي، تدي له الباور تاني ان هو يكمل، ان هو ياخد القرار. الدعم النفسي، ويمكن عشان نحقق الكلمه دي وتبقى حضرتك تسمعيها كتير قوي لمرضى السمنه، عشان كده انا جايب كورس النهارده، كورس اسمه التوب 10. جايبين كده التوب من كل حاجه، عملنا توليفه مميزه. الله. في توب 10، ويمكن كمان بمناسبه التوب والوصول للقمه، يمكن التميز المستمر خلال السنوات الماضيه ل اتش ار فارما جروب وتواجدها في عالم الصحه والجمال والرشاقه واثبات فعاليه وكواليتي ممتازه جدا باسعار مميزه منافسه، خصوصا زي ما حضرتك قلتي في الفتره اللي احنا فيها. عشان كده انا جايب كورس 10 حاجات، كورس التوب 10. يمكن دايما بمناسبه كلمه التوب والقمه، ان من السهل ان انا اوصل للقمه، لكن صعب ان انا استمر عليها، ويمكن دي المعادله الصعبه في ظل الاسعار المختلفه الفتره دي، ويمكن البراندات والاسعار العاليه جدا قدرت تحقق المعادله دي شركه اتش ار فارما جروب. يمكن ده الدعم النفسي، ويمكن ده اللي احنا بنقدمه للناس برضو، دعم واقفين معاهم بشكل مستمر وبشكل متابعه مجانيه خلال فترات طويله جدا على مدار الاسبوع، ونصايح مستمره نقدر نمشي نفسنا ازاي على الكورس بتاعنا. طب خلينا اول نقول اصدقائنا الارقام قدام حضراتكم على الشاشه، هتنزل دلوقتي الصفحه الخاصه بالشركه، صوروا سكرين شوت تدخلوا تسالوا اي اسئله للتواصل، والترخيص كمان هينزل قدام حضراتكم عشان تطمئنوا انه مرخص من وزاره الصحه. اتفضل يا دكتور كلمني عن توب 10 ده، انا عندي كيوريوسيتي اعرف ايه التوب 10 ده. تمام. قبل ما ادخل في التوب 10 او نتكلم عن التوب 10، هو كورس كبسولات نقط اعشاب كويس، عليه كورس تاني مجانا، عليه ثلاث هدايا مميزه ما شاء الله. تمام. كورس كبسولات نقط اعشاب، هنقول كل حاجه فيهم، الكبسولات. أيوة. اللي بتقنن الشهيه، اللي مش بس انها بتقنن الشهيه او بتتحكم في معادلات الشهيه، ده فيها كبسوله مميزه جدا يا شيف، يمكن اول مره ننزل بيها، ويمكن العرض ده عرض اليوم الواحد فقط برضه، يمكن اول مره نتكلم عنه، عرض التوب 10. الكبسوله دي بتعمل لي حاجه يا شيف، بتظبط لي الليفل او مستوى هرمونات الجوع والشبع. يمكن انت حضرتك الاكل بتاعك مش عمال على بطال، او مش ان انا باكل عشوائي، لا ده في هرمونات
بتتحكم هي اللي بتخلي بتفرز من المعده، لا ده في هرمون الجريلين هرمون الجوع تروح للمخ في مكان معين ان انا عايز اكل، فبيخلي الجسم تدي اشارات للمخ عشان يخلي الجسم بتاع الشخص ان هو يبتدي ياكل. بعد ما المعده تتمتلي يطلع هرمون تاني اسمه هرمون الليبتين هرمون الشبع. ففي عمليه هرمونات تتحكم في معدلات الجوع والشبع، اللي يقدر يظبط لي المستوى بتاعها هو الكبسوله السحريه اللي موجوده معانا النهارده في كورس التوب 10. كبسولات نقط اعشاب، عليهم كورس تاني مجانا، كبسولات نقط اعشاب، كمان معانا ايه الكريم النحات، معانا كمان الامبولات الحارقه، وكمان الجرين كافي. هايل، نتكلم عن كل حاجه ويمكن هنركز اكتر. انا مبسوطه بالكورس بتاع النهارده، جدا بشكر جدا الشركه جدا والله بجد طبعاً. على انه حضراتكم يعني بتلبوا طلباتنا. انا عارفه انه صعب ان احنا نستمر كده كل يوم لان طبعا ده مكلف، ولكن هو كده شكرا كده ان احنا بنعمل في اضيق الحدود وحضراتكم بتحبوا تساعدوا. طيب هو عرض التوب 10 عرض اليوم الواحد زي ما اتفقنا، كبسولات نقط اعشاب عليهم كورس تاني مجانا. الكورس الواحد يا دكتور بيكفي شهر 30 يوم بالظبط، يعني لما هناخد الكورس التاني مجانا 60 يوم ده ينزلنا بقى وزن طبعا قد 30 كيلو ما شاء الله، في يعني الشهرين. في شهر في الشهر 15 ده اقل حاجه مينيمم بالظبط. افرض انا محتاج ال 15 بس، معايا الشهر التاني تظبيط وتنسيق قوام، بثبت بقى ده الاهم اللي انا باكد عليه دايما يا شيف، الفولو اب المتابعه مع الفريق الطبي المجاني اللي يقدر يديك المعلومات الكافيه والنصايح. انا شكل جسمي، انا عندي مشكله في الحرق، انا عندي مشكله في الشهيه، انا مش محتاج انزل الوزن الاوفر، انا محتاج انسق شكل جسمي عن طريق الكريم الموجود معانا. يبقى الكورس عليه كورس تاني مجانا، عليه زي ما التلات هدايا اللي حضرتك قلت عليهم، اربع هدايا ما شاء الله، الكريم والاعشاب وامبولتين الحرق. ودايما دايما باكد على نقطه امبولات الحرق دي صالحه لكبار السن يا دكتور طبعاً. يعني لو حد معدي فوق ال 65 ده هي خصيصا، لان احنا عارفين ان مع تقدم السن الحرق بتاعهم بيبقى خلاص بيقل. يمكن كان في نقطه او في كلمه دايما بنسمعها يا شيف ان في جسم بياكل والاكل بياكل فيه، دايما كنا بنسمع امهاتنا بيقولوا لنا الكلمه دي، ايه ده يا ابني انت بتاكل والاكل بياكل فيك. على العكس تاني تماما، في جسم تاني لو شرب شويه ميه او شم ريحه الميه يتخن. انا لسه والله في حد كان بيقول لي امبارح، ببعت لها تحيه مدام ماجده، قالت لي انا اشم بس من وانا ماشيه كده اتخن، على الرغم ان انا مش باكل كتير بالظبط، بس العمر كبير. ده البي ام ار، وده اللي حضرتك قلتيه تقدم السن ينفع عليهم، ينفع عليهم الحقن الحارقه. وانا مركز فوكس قوي على معدلات الحرق يا شيف عشان العمر الكبير والتقدم وعدم الحركه. ايوه يا دكتور، صعب ان انا الزمه باي حاجه معينه تمام. صعب ان هو يطلع وينزل، ده هو بيقوم يؤدي عمل او يخدم نفسه في البيت بالصعوبه. ايوه مظبوط، فانا فوكس قوي في الكورس بتاعي على معدلات الحرق، عندي النقط تمام اللي كارنتين وكافيين، وعندي امبولتين الحرق اللي كارنتين. انا جبت الكبسولات بس لسه ما لقيتش الحقن، انتوا اللي هتدوها لي بقى. هو العرض النهارده اوكي، هو عرض يوم واحد. وفي كمان حاجه كمان ده طبعا لعملاء شيف عظيمه والبرنامج المتميز بتاعك ومن خلال المنصه اللي حققت معانا نجاحات كبيره قوي الفتره اللي فاتت، في عرض او في زي بريزنت ثانيه خالص هنتكلم عنها اخر الحلقه تمام. بس النهارده عرض التوب 10 يا جماعه، 10 منتجات يعني هيكفي شهرين وهنتكلم عنه، بس اسمح لنا ناخد سلوى ونرجع نستكمل حديثنا. اتفضلي مدام سلوى، اهلا بحضرتك. صباح الخير. صباح الفل عليكي حبيبتي، اتفضلي. انا بتصل عشان اشكرك والله انت والدكتور عبد الله قوي. يا رب يبارك في عمرك فندم، اتفضلي اتفضلي. انا مبسوطه والله، انا اخدت المنتج يعني كنت جايباه قبل رمضان بس اخدته في اخر اسبوع في رمضان تمام، وما شاء الله يعني انا مش عارفه اقول لك ايه بجد والله، انا اخدته وخسيت عليه 10 كيلو بسم الله ما شاء الله. كنا كام يا استاذه سلوى، وصلنا لكام؟ صباح الخير على حضرتك الاول. ازيك يا دكتور عبد الله؟ اهلا بيك يا فندم، منورانا. انا مبسوطه والله، انا صاحيه بدري النهارده عشان اشكر حضرتك وحياه ربنا. يا رب يخليكي، شكر ليكي طبعا ان انت اخذت القرار، وكمان ان انت ظهرتي معانا تشجعي معظم الناس وتحكي لنا تجربتك ونستفاد منها كلنا. انا اصلا كنت تخينه، كنت 93 كيلو وانا طبعا يعني قصيره مش طويله، طولي تمام. انا عمري كام يا فندم؟ السن قد ايه؟ 30 تمام. في مشاكل معينه مثلا لا قدر الله، في اي امراض مزمنه؟ لا 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 الحمد لله، الحمد مفيش لله. اي حاجه، انا كنت خايفه من شعري لا يقع يعني مع الكورس، بس بجد حقيقي ما فيش حاجه حصلت ليا. كان في اي تغيرات في المود، في المزاج، في نرفزه، في عصبيه خلال فتره الكورس؟ لا 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 ما فيش اي حاجه من دي خالص، يعني انا خدته طبيعيه خالص، ما فيش فيه اي حاجه تمام. ده اللي بناكد عليه دايما، ان الاعشاب دايما المكون الرئيسي اللي معانا زي ما حضرتك عارفه هي اعشاب او مجموعه من الالياف. اخدتها وكل حاجه اخدتها اخر اسبوع في رمضان على طول اخدتها، ما فيش اي حاجه تمام كده. حضرتك ساتسفايد بالنسبه للوزن اللي حضرتك عايزاه، ده التارجت بتاعك ولا لسه مكمله معانا ان شاء الله؟ لا انا مكمله معاك، وتاني انا هاخد كورس كمان، وان شاء الله كمان هاخد لاختي.
طب الحقيقة العرض اللي موجود بقى النهاردة يمكن هو عرض اليوم الواحد ده التوب 10، وتابع معنا لآخر الحلقة. الكورس عليه كورس تاني وعليه أربع هدايا مميزة، وفي خصم تاني هنتكلم عنه آخر الحلقة لكل عملائنا. أكيد طبعا هاخده لازم يعني. تسلمي يا مدام سلوى وربنا يوفقك. والله يا حبيبتي مبروك عليكي صحتك وحياتك الجديدة، ودايما إن شاء الله مبروك عليكي يا حبيبة قلبي. الحمد لله. تسلمي لي، شكرا ليكي ولمداخلتك. دكتور لو سمحت عايزين نعرف مكونات الكبسولة. تمام. عشان أصدقائنا يطمنوا، أصحاب الأمراض المزمنة تطمن، اللي عندها أطفال في سن البلوغ تطمن، فمن فضلك قول لنا مكونات. طيب الكبسولة اللي معانا احنا قلنا هي متميزة في أكتر من حاجة، ودايما أي كلمة أنا عن نفسي بحب أتكلم عنها لازم تكون بأساس علمي. طبعا. الكبسولة مجموعة متميزة من الألياف. أول عنصر مهم عندي قوي جدا مميز جدا الجلوكومانان أو الجلوكومانان، وده مجموعة من الألياف جاية من جذور بعض النباتات اللي هي عندها قابلية عالية جدا جدا للذوبان في الماء كويس. وبالتالي تاخد أعلى كمية من المية، تديني أعلى كثافة، تملالي حيز كبير جدا من الماء، ده ما يقارب 80%. كويس. ده هيفيدني في إيه يا شيف؟ هيفيدني إن أنا الأكلة الجميلة اللي حضرتك عاملها دي أخد أجرب كل حاجة وبعد كده أحلي كمان. وإما أنا محرمكش من أي حاجة، الميزة اللي فيها إن أنت أخدت كل العناصر الغذائية اللي الجسم محتاجها من الفيتامينز والمعادن. أنا محرمتكش من حاجة. صحيح. وبالتالي ده هيفيد في ايه؟ يمكن حضرتك اتكلمت ان في حاجات فيها فيتامين بي كومبلكس وفيها في الصحي طبعا، ودي حاجه مميزه جدا جدا ان عندي الاكل الصحي يكون فيه كل العناصر. صحيح. فانا كده فدت جسمي، ما اثرتش على الحاله المزاجيه. على عكس دايما مشاكل الدايت، الناس اللي بتقول لك الحرمان دايما بيبقى فيه نرفزه وفيه عصبيه وفيه تنشنه، المود بيبقى سيء. المود ليه؟ ما انت حرمت نفسك من العناصر الغذائيه اللي الجسم اصلا محتاجها. فالكبسولات الجلوكومانان المكون الرئيسي بتاعي مجموعه من الالياف اللي بتنفش، بتعمل لي بالونه في المعده، بتملى لي حيز كبير جدا جدا من المعده، وبالتالي الاحساس بالشبع. النقطه الثانيه المهمه جدا في الالياف يا شيف ان هي ما بتمتصش بسهوله، ما بتتهضمش بسهوله، وبالتالي هتكفي معايا اليوم كامل. انا هحس بالشبع خلال فتره طويله. كبسوله واحده بس في اليوم اخدها مع كوبايتين ميه هينصحني بيها او هيوجهني الفريق الطبي المتكامل المنظومه العلاجيه اللي باكد دايما المتابعه والاستمرار. وبرضو دايما انا مش عايز البدايه ان انت في بدايه حجز الكورس او بدايه ان انت تتكلم تاخد الكورس وبعد كده ما تتابعش، ده انا عندي الفولو اب اهم جدا جدا جدا، يفرق معايا كتير قوي يا جماعه، عشان نقدر زي ما بنقول كده كل جسم شيف وله طبيعه عمل معينه. صحيح. وكل انسان طبيعه شغله بيتحرك ازاي، بيقعد على مكتب كتير، بيمارس عمله، بيصحى بالليل او شغل، طبيعه شغله بالليل او بالنهار تفرق معايا في معدلات البي ام ار، تفرق معايا كتير جدا. صحيح. فكل انسان بيتفصل له حاجه على مقاسه. مزبوط. عن طريق المنظومه العلاجيه المتكامله اللي ويومه واللايف ستايل بتاعه عامل ازاي. تمام. هايل. طب دكتور قبل ما نتطرق بقى للتفصيله اللي جايه هناخد بعض الصور، في حاجات جات لي على الصفحه. تمام. في ناس اخذت، انا اتبسطت جدا الحقيقه، وعايز اقول للناس اللي لسه يعني لسه واخده وشايفه انها اخذت حاجات تانية وما حققتش، لازم تمشوا بالمتابعه. المتابعه مهمه، في بدائل. يعني انا كنت متخيله مثلا انا وانا بسال دكتور التغذيه عن حاجه كبديل، لانه مثلا مش عايزه بنتي تزيد وزنها، انا عايزاها تفضل في معدل، وده مش حاجه عيب. فقلت لها ممكن هي مش بتحب ده نحط ده، قالت ده دهون فيه نسبه اعلى شويه، خلينا نحط بديل ثالث، فانا اشوف مناسب ليها ولا. فالتفاصيل الصغيره بتفرق مع حضراتكم جدا، ارجوكم تهتموا بيها. اسمحوا لنا نشوف الحالات اللي جات سواء من خلال الصفحه عندي لاصدقاء او من خلال الشركه اللي حققت نجاح وهما بعتوها لنا. دي ده عنصر ذكوري هتكلمنا عن واضح البطن هنا بسم الله ما شاء الله باينه قوي، البطن والجناب، ودي مشكله معظم الشباب او الرجاله عامه. وظاهره التسدي. ايوه مظبوط. حاجه بتضايق الرجاله بطريقه موحشه جدا. صحيح. جدا جدا. ويمكن كمان قدرنا نتخلص، يمكن فرق كبير جدا يا شيف، ده فرق شاسع طبعا. هنا الجسم استعد مشدود وهنا مشدود ازاي ما شاء الله، قوام بطريقه بدون جراحات زي ما اتفقنا، بدون طبعا. ده خس كام كيلو تقريبا؟ ده 20 كيلو ما شاء الله، ولسه في تكمله كمان. تمام تمام. زي ما بنتكلم ونأكد يا شيف ان دايما انا بديل تكميم. طيب. انا حاجه سيف، انا حاجه آمنة. بديل العمليات الجراحيه احنا مش يعني مش عايزينها بكل مشاكلها. برضو نفس النقطه والفرق كبير جدا في اللبس. هنا طبعا خد النشاط والحيويه بتاعته وقدر يستعيد نفسه من اول وجديد. المناطق اللي كانت مبوظه شكل الجسم مدياله سن اكبر من سنه. اللبس اللي كان دايما الحاله دي بالذات كانت بتتكلم على موضوع اللبس، انا شايف حاجات كتير قوي ومش عارف اجيبها، بلاقي مشكله، بلف على محلات كتير جدا عشان مشكله اللبس، مش لاقي مقاسي او مش لاقي نفسي. هو قدر يستعاد حيويته، وطبعا خطوه مهمه جدا جدا، مبروك عليهم كلهم. وبننصح معظم الناس النهارده عندك مشكله 30 كيلو 40 كيلو، عندك زياده في الوزن، عندك اماكن معينه معانا الكريم، عندك مشكله في الحرق،
معانا النقط ومعانا الامبولات المهمه جدا جدا والمتميزه. الكرسي يا جماعه اللي ما بيتعوضش ما بيتكررش تاني، الكرسي عليه كرسي تاني. ده الناس لسه مكمله كمان يا دكتور. طبعا هو اما بيحس، بص يا شيف، اما بيحس بالفرق بيستعيد نفسه حتى لو نسبه 5%. طب كلمنا عن الحاله دي معلش، هو ده 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 برضه من حد بالظبط، كان ده 30 كيلو وكانت مشكله عنده دايما في عدم الحركه، وجلوس لفترات طويله، اطلع السلم منهج، اصحابي بيلعبوا رياضه انا ما بعرفش اتحرك، عندي مشاكل كتير جدا ما بقدرش اخرج، المشاكل النفسيه اللي كنا دايما بنسمعها والتنمر اللي عاد منتشر الفتره دي ده حتى في الاطفال، في مرحله الشباب ده حتى في الاطفال دلوقتي. احنا بناكد الكورس امن من مرحله البلوغ لحد 70 سنه لكل مشاكل اللي هنواجهها، الضغط، تصلب الشرايين، السكر، مش بس السكر الثاني النوع الثاني ده، حتى في حاجه كمان دراسه حديثه جدا يا شيف بتقول لك السكر النوع الثالث، النوع الثالث الزهايمر عاد ناتج عن السمنه، فاحنا في غنى عن ده كله. يمكن في دراسه او فاكت بتقول يا شيف ان انا لو قدرت انزل الاوفر ويت بتاعي، الوزن بتاعي الزياده، سواء كان مثلا لو قدرت انزله 10% فقط، 10% يعني ايه 10%؟ يعني لو عندي زياده 50 كيلو انا قدرت انزل 5 كيلو بس، انا بحمي جسمي، بعمل بروتكشن لاجهزه الجسم كلها من 50% من الامراض والمخاطر اللي هتجيلي من السمنه. ما بالك انا بقول لك مقدم لك كورس بينزلك 30 كيلو في شهرين، 15 كيلو في الشهر لو انت محتاج ال 15 كيلو بس، ومحتاج بعد كده تثبت معايا وتنحت القوام وتحسن شكل جسمك عن طريق الكريم، ولو في مشكله في الحرق نقدر نحلها عن طريق النقط. طبعا مش بس مشكله الحرق، مشكله الشهيه اللي كنا اتكلمنا عنها، والكبسولات المهمه جدا جدا، وزي ما احنا قلنا اتكلمنا عن عنصرين فيها، نستكمل الخمس عناصر اللي حضرتك دايما بتقولهم بالظبط. التحكم في معدلات الشهيه، وده زي ما قلنا هيفيدنا ان هاخد حاجات معينه، مقيمات على قد ان انا اقدر امشي يومي وادي اليوم المطلوب مني. مش بس كده، كمان التحكم قلنا تظبيط مستوى او الليفل بتاع هرمونات الجوع والشبع، اللي اتفقنا ان هي اللي بتاكل الجسم، الجرين هرمون الجوع والليبتين اللي بيفرز من الخلايا الدهنيه هرمون الشبع. كمان عمليه اللايبوليسيس، تكسير الدهون. انا ما بقفل الشهيه يا شيف زي ما احنا عارفين واتكلمنا قبل كده ان الاكل عمال على بطال بيزود لي الكيرف او معدل هرمون الانسولين، وبالتالي سكريات على طول بعد فتره يحصل مقاومه ما تدخلش الخليه تتخزن في صوره الدهون. طب انا الجسم في حاله شبع مستمر، قلنا الكبسوله الياف فهتسدي لي الشهيه او هتقلل لي الشهيه لمده اليوم كامل. هيل. تمام، فانا قللت كميات الاكل وخدت كميات قليله جدا كويس. وبالتالي انا هشجع الجسم يعمل لي لايبوليسيز يطلع من القديم الدهون المتخزنه في الاماكن اللي قلنا عنها، اللي في اسفل البطن، منطقه الكرش، الوايت فات، الدهون الحشويه اللي دايما متكتمه لي على مراوح الاعضاء وعامله لي مشكله، عامله لي دهون الكبد، ودي نقطه ثانيه مهمه. دي مهمه قوي، اي حد عنده بطن يا جماعه لازم يتاكد ان عنده دهون على الكبد، حتى ملهاش علاقه على فكره بالاوزان الكبيره كمان، حتى لو اوزان رفيعه جسم. يعني لو زدت شويه انا بخاف بصراحه، الجسم هو مش باين ان هو مليان خالص، اللي هي تي او اف اي، سين اوتسايد فات انسايد، هو من بره زي الفل ومنسوق بس من جوه فيه، من جوه فيه فات. عشان كده برضو في الكورس المتكامل، كورس التوب 10 اللي باكد عليه النهارده، التوب 10 ده انا معاكم فيه النهارده، الاعشاب ده طبعا حاجه مميزه جدا ومش هتتكرر تاني يا شيف. ربنا يخليك يا دكتور. تسمح لي ناخد ام حازم وبعد اذنك ونستكمل حديثنا. طيب. ام حازم سلام عليكم. وعليكم السلام، ايه الاكل الجميل النهارده ده؟ يا رب يسعدك يا حبيبتي، كتر خيرك، كلك ذوق والله. انا بموت في الكشري وبحب كل الاكل. اتفضلي. امال لو حضرتك مكاني يا ام حازم بقى وشفتي وشميتي الروائح الجميله دي. مش قادره اقول بجد يا دكتور. صباح الخير على حضرتك. صباح الفل. ما بقتش قادره ان انا اقاوم، انا وزني عمال بيزيد، وانا عملت دايت وعملت حاجات كتير قوي. يعني حضرتك جربتي منتجات تانية يا ام حازم؟ لا ما جربتش اي حاجه، بس لكن انا يعني بس. كنت قلقانه شويه، بس انا سامعه الدكتور دلوقتي وهو بيتكلم. بس انت عندك فرصه كويسه انك ما جربتيش حاجه تانية فجسمها اعتقد هيبقى مش. لا ما جربتش، بس عملت دايت كتير ماشي. وبرجع تاني. قولي لنا بس الاول الوزن والطول والسن حضرتك قد ايه يا ست الكل؟ انا دلوقتي وصلت ال 110. تمام. وانا طولي 155. تمام. وعندي الام في الركبه. يا حبيبتي مشاكل المفاصل دايما. أوكي. تمام. حتى الصلاه ما بقدرش ان انا اثبت في الارض يعني. تمام. السن قد ايه؟ انا دلوقتي عندي 47. طيب العمر طيب. كله ليك، العمر كله لحضرتك. في اي مشاكل معينه ست الكل بنعاني منها؟ لا قدر الله، سكر او ضغط او في ضغط. في ضغط. تمام. طيب الكورس ده يمكن فرصه
ويمكن من حظنا كويس جدا جدا ان انت حضرتك تابعتي وكلمتينا وقدرتي توصلي لنا. الكورس ده مناسب جدا 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 مشاكل المفاصل اللي دايما اتكلمنا عنها. ودايما قلنا ان الخلايا الدهنيه شيف هي في حاله مقاومه مع الجسم. صح. مش معنى ان انا عندي كرش ومتعايش ومتكيف وماشي ومزاجي حلو وانت جاي تقول لي امراض وتعكنا على حياتنا انك كده تمام. انت هيجي لك في حاله مقاومه، في حاله حرب لحد ما تحصل اللحظه الحساسه اللي احنا مش عايزين نتمناها. في حاله مقاومه بين الخليه الدهنيه الاديبوسايت وبين الجسم. فالجسم يبتدي يحارب فيها، تلاقي في التهابات بتظهر في الجسم. ما هي الخليه الدهنيه مش خامله زي ما احنا كلنا معتقدين. ده هي بتعمل سيكريشن، بتعمل افرازات، بتسبب لي التهابات في حاله حرب بينها وبين الجسم، لحد ما الجسم يجي عند فتره معينه ستوب ويبتدي يظهر عنده بقى الامراض اللي احنا بنتكلم عنها، زي ما ست الكل قالت لنا مشاكل المفاصل، الاوستوارثرايتس، ما هو في حمل زياده على الجسم. يعني هي لما هتاخد كورس التوب 10 النهارده ده هيكفيها شهرين 30 كيلو من الوزن هتنزلهم بسهوله. يفرق كتير جدا 30 كيلو خصوصا ان في الحقن الحارقه. انا يعني مع ده قوي قوي يا دكتور. تمام. هي بقى عندها نقطه اتكلمت عنها برده ثانيه مهمه طبعا. من ناحيه الامان، وهي قالت في مشاكل في الضغط، بالعكس ده هو يحميني من مشاكل الضغط، مشاكل تصلب الشرايين، مشاكل القلب، الكوليسترول، الدهون كلها اللي موجوده في الدم. النقطه الثانيه او اللي سمعناها من ست الارقام يا جماعه قدام حضراتكم للتواصل، عايزه اتواصل دلوقتي، احنا موجودين اهو في الحلقه، وكمان الصفحه الخاصه بي اتش ار فارما مضروب التميز المستمر. والترخيص نزل يا شباب ولا لا؟ نزل الترخيص اذا تكرمتم. دي نقطه ثانيه هنتكلم عن نقطه الترخيص. الاول نعقب على الاتصال لام حازم. هي قالت ان هي جربت حاجات كتير. الترخيص معانا لكل اصدقائنا عشان يبقوا عارفين مطمئنين. الترخيص ده شيف ده سر او التراست دايما في اتش ار فارما جروب، والاستمراريه من سنوات كتيره فاتت والاستمراريه ان شاء الله الفتره الجايه، والنجاح دايما المستمر. وناكد وصول القمه عن طريق برضو التوب 10، وصول القمه في النزول للوزن عن طريق التوب 10 ان شاء الله. الصحه اهم حاجه طبعاً. الصحه دي اهم طبعاً. حاجه. طيب نتكمل يا دكتور الكبسوله بقى. احنا قلنا لا، احنا قلنا حاجه قلت لنا الاول خلاص. بس ام حازم هي كانت بتتكلم ان هي عملت اكتر من مره دايت. مشكلة بترجع تاني تزيد بزياده اكتر اضعاف. ليه؟ الجسم في حاله ايه اللي بنسميها كده، حاله الاسترفيشن او حاله المجاعه. ان الجسم بيأقلم نفسه ويبتدي يخزن، مش هيحرق. اوكي. هو بيخاف منك. دايت تبطل ترجع تروح تيجي، بعد فتره الجسم عايز بقى اي حاجه يروح مخزنها، ما عادش هيحرق معاك. فهمت. فاحنا محتاجين، عشان كده في ناس لا بتنزل ولا بتطلع، ساعات تفضل ثابته كده. بالظبط. انت الجسم اتاقلم على وضع معين. عشان كده انا جايب في الكورس بتاع النهارده حاجتين مهمين جدا جدا للحرق ومناسبين لست الكل اتصلت من شويه. نقدر ننزل عن طريق الكبسولات 30 كيلو. والنقطه الثانيه نقطه الحرق اللي حصل عندها مشكله بسبب الدايت. اقدر ازودها عن طريق ال كارنتين الموجود في النقط، وكمان ال كارنتين اللي موجود في الامبولات، امبولتين الهدايا الموجودين معايا النهارده. احنا متفقين ان ال كارنتين ده الشيال، ده الترانسبورتر، ده الديليفري بتاعي. عارف مخازن الدهون موجوده فين؟ في الخليه، في الجسم، في اي مكان. بيروح ليها ياخدها ويشيلها يوديها للمصانع بتاعه للطاقه في الميتوكوندريا عشان تتحول لطاقه، اي مكان مكانها في الجسم. زي ما احنا متفقين. مش بس كده، كمان ده الحرق بتاعي هيزيد عن طريق النقط وعن طريق الحقن 200%. هتني بالظبط ساعتين مشي متواصل، ساعتين مجهود حركه وتمرين وانت في مكانك. غنيتك عن الحركه، عن التمرين. الناس اللي ما بتقدرش تتحرك، الناس اللي عندها مشاكل في الحركه دي صعبه، مشاكل العظام اللي احنا لسه سامعينها كبار السن الكل من شويه. ايوه. نكمل المكونات بتاعه. قول لنا بقى، احنا قلنا مكونات الكبسوله الفايبر. ايوه. ونقطه الفايبر زي ما بناكد مهمه جدا. اللي موجوده في الجلوكومارين كمان، ان هي بتديني نسبه قليله من السعرات الحراريه، وبالتالي اقدر اتحرك بيها عن طريق الجسم زي ما احنا اتفقنا. مش بس كده كمان، ده بتقلل لي امتصاص الدهون في المعده والامعاء، ودي نقطه ثانيه مميزه جدا. كمان الكروميوم بيكولينيت او عنصر الكروم ممتاز. ده معدن انا محتاجه في الجسم بنسب قليله جدا جدا جدا. هو كل بيظبط لي الانسولين، بيتحكم في مستوى السكر في الدم، بيظبطه لي. ليه؟ لانه بيغسل او بيحسن المستقبلات بتاعه الانسولين ريسبتور اللي موجوده في الخليه، بيخليها تشتغل تاني، بيعملها زي ريفريشمنت كده، تبتدي تشتغل تاني من اول وجديد، وتاخد الانسولين تدخله الخليه بعد ما كانت الخليه رافضه مش عايزه تدخله. كويس قوي. وبالتالي مفيش تخزين دهون، خلاص خلصت من الانسولين. الانسولين دايما هرمون بناء، انابوليك هرمون. دايما ما اسمع كلمه انسولين نشيف دايما مرتبط معايا بتخزين دهون. دايما. فانا لما اشغله واستفاد منه هيحول لي السكر لطاقه، وبالتالي مفيش تخزين دهون. دي نقطه مميزه جدا. ما احنا لازم نساعد بقى نتخلص من اللي فات ده يا دكتور، اللي متخزن، عشان ندي فرصه لجسمي يفوق. تمام.
اتفقنا ان انا كده كده عندي تحكم في الشهيه كويس. فهقلل الحمد لله الانتاج اليومي ده مش هيبقى كتير فهدي فرصه للجسم انه ينتعش ويقدر ياخد من المتخزن فبالتالي يعمل لي لايبوليسيز يبقى الكبسولات هتعمل لي تحكم في معدلات الشهيه هتعمل لي تظبيط الليفل بتاع هرمونات الجوع والشبع تظبيط المستوى بتاعها دايما طول النهار وبالتالي مفيش جوع مستمر هتعمل لي زي ما احنا قلنا اللي حضرتك قلتيها تكسير الدهون القديمه المتخزنه في الجسم عمليه اللايبوليسيز لان انا اديت الجسم على قد الانتاج على قد المطلوب وبالتالي مفيش اوفر مفيش زياده مفيش تخزين فهدي فرصه للقديم انه يتكسر مش بس كده كمان زياده معدلات الحرق والنقطه المهمه جدا 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 اللي بتكلم عنها دايما الناس اللي عندها مشاكل في الحرق زي ما اتفقنا تفرق جسم عن جسم تقدم في السن زي ما حضرتك قلتي الناس اللي كل ما بيدخلوا في السن زياده في السن بيحصل مشاكل وانا ما باكلش اصلا وبتخن من اشم ريحه الميه اتخن من اقل حاجه وانا ما باكلش تمام معدلات الحرق طب ممكن حضرتك تعيد علينا الكورس بقى مره اخيره لان احنا خلاص طيب. وقتنا بعد اذنك يا دكتور طيب. كورس النهارده يا جماعه توك تاني يا جماعه والارقام قدام حضراتكم اتفضل يا دكتور لحد الساعه كام عشان بس اصدقائنا نبقى محددين معاهم في التايم عشان ما حدش يزعل تمام احنا كده خلصنا نقول المفاجاه اللي موجوده في الاخر نقول المفاجاه على طول طيب. يلا تمام كورس التوب 10 موجود النهارده عن طريق نقدر نوصل له عن طريق الارقام الموجوده معانا على الشاشه طيب. عن طريق الفريق الطبي المتكامل المنظومه العلاجيه اللي بتتابع في كل الحالات كبسولات نقط اعشاب كورس كويس. كامل عليه كورس تاني مجانا كبسولات نقط اعشاب عليه الكريم النحات اللي بيخلص لي من السمنه الموضعيه زي ما اتفقنا قشره البرتقانه والشكل الغير المرغوب في الجسم وكمان امبولتين الحرق وكمان تمام. الاعشاب تمام وبعد كده يعني الكريم وايه كمان الكريم والاعشاب الاعشاب وامبولتين الحرق هدايا. اربع هدايا كورس على كورس تاني مجانا عليه اربع هدايا عليه مفاجاه برضه متميزه لعملاء حضرتك ومتابعينك الجمال خصم 50% لحد الساعه 12 بالليل هايل يا دكتور شكرا عرض اليوم الواحد عرض التوب 10 يا جماعه نقدر نلحق العرض مش هيتكرر تاني فرصه جميله جدا بشكرك يا دكتور بجد جدا اسمحوا لي اشكر ضيفي اللي شرفني ونورني الدكتور الصيدلي عبد الله الهادي شرفتني ونورتني انا اللي بتشرف وبسعد شكرا شكرا للكورس الهايل والخصم 50% يا جماعه الحقوه النهارده بجد عشان ما تزعلوش كل الناس هتقدر تعمل اللي هي عايزاه وبيكفي شهرين ان شاء الله توصلوا للوزن اللي انتوا عاوزينه اسمحوا لي اشكر حضراتكم شكرا جزيلا كل متابعيني الكرام من خلال شاشه قناه النهار من هنا حلقة جديدة أتمنى من الله ولا يكتر على الله أشوفكم على ألف خير وصحة وسلامة وسعادة وسلام عليكم.